مجدداً إلى الإعلام يتجه الرئيس السوري بشار الأسد للتعبير عن آراء حكومته. في مقابلة مع صحيفة تشيكية تطرق الأسد إلى موضوع الإرهاب والتطرف، قائلاً إن بلاده تقف ضد قتل الأبرياء في أي مكان في العالم. ووصف الأسد الأحداث الأخيرة في فرنسا بالإرهابية، متهماً السياسيين الغربيين بأنهم قصيري النظر وضيقي الأفق. وحول الحوار مع المعارضة في موسكو، وفق المبادرة الروسية، قال الرئيس السوري إن بلاده لا ترغب بإضاعة أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي. ومثل الحوارات السياسية الدولية، وردت أنباء عن حوارات داخلية في حي الوعر للتوصل إلى هدنة. فمنذ نحو أسبوعين بدأ الحوار حول اتفاق وقف إطلاق النار في الحي الحمصي بين ممثلين عن الحكومة السورية ومسلحين في حي الوعر. الهدنة ستكون مدتها 10 أيام، وقد تأتي ضمن المساعي للتوصل إلى تسوية نهائية في المدينة، والتي تنص على إخراج المسلحين باتجاه الريف الشمالي للمدينة لإنهاء الوجود المسلح نهائياً هناك. ويتوقع البعض أن تتم تسوية أخرى في الدار الكبيرة شمال غرب حمص، ما قد يؤدي إلى توجه المسلحين إلى الحولة ومناطق الريف الشمالي. ووسط المساعي لإيجاد حلول سياسية للصراع في سوريا، لا يزال القصف متواصلاً. في الريف الشرقي سقطت قذائف هاون على أماكن عدة، في حين دارت اشتباكات في شرق قرية السعن الأسود وسط قصف للقوات الحكومية على مناطق الاشتباك بحسب مصادر المعارضة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن القوات الحكومية قصفت أماكن في منطقة الحولة في الريف الشمالي، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة تلبيسة بريف حمص.